السلام عليكم. معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. إن شاء الله صامدون جامدون ولربنا حامدون، اللهم آمين. ساعات بتظن إن زوجتك الروسية فاهمة كل حاجة عن الدين، وان انت شرحت لها وهي فهمت وكل حاجة، ولكن احيان كتيرة بيبقى هي ما فهمتش صح، او فهمت حاجات بشكل معين حضرتك مش في بالك خالص. يعني من احد الحاجات اللي سمعتها اكتر من مرة من زوجات روسيات او مطلقات روسيات، بيكرروا فكرة ان الواحده من دول لما بتتجوز واحد مسلم هي ممكن اسلمت بس بالبق كده، بتقول لك بس انا عارفه ان قلبي مش مسلمه، بس تقول انا بس ببقى مطمنه. ليه يا ماما مطمنه؟ تقول لك علشان جوزي مسلم وبيصلي وبيروح صلاه عيد وكده، وبيقرا قران وبيصلي وبيصوم في رمضان، فهيخش الجنه طبعا عشان هو شخص طيب وكويس، فهياخدني معاه الجنه. انا فاهمه كده، اللي بيخش الجنه لو طلب ان مراته تيجي معاه فبتخش الجنه، فبتقول عشان كده انا بحوط عليه وبدلعه وبعمل كل اللي هو عايزه وبسمع الكلام، هي فكرها يعني ان هي بتسمع الكلام. المهم يعني فبتقول بعمل كل الكلام ده علشان اما يروح الجنه ياخدني، يعني مؤمنه ان في حساب وان في جنه وكده، وعارفه ان هي عشان مش مسلمه مش هتخش الجنه، بس حتى لو ده هو هتخش الجنه على حس جوزها. تأكد يا أخي إن جزء كبير من مراتكوا بتفكر كده، مراتك الروسية. فمعلش راجع الحتة دي، أقول لها أنت بتفكري أصلا في الجنة يعني في دماغك؟ فلو ممكن تكون مش في دماغها أصلا القصة دي، وإذا كان في دماغها فهتلاقي جزء كبير منهم عندهم الفكرة دي، اللي هي فهمت عن الإسلام من الحاجات اللي أنت شرحتها أو الفيديوهات اللي شافتها أو الإشاعات اللي ماشية وسط الستات، يعني ان الراجل المسلم هيخش الجنه وهيطلب مراته معاه، فهي هتخش الجنه، الزوجه الروسيه الغير مسلمه هتخش على حس جوزها المسلم الجنه بتاعه المسلمين، فهي مطمنه كده ومش شايله هم. ممكن تشرب خمره، تشرب شيشه وسجاير، تخرج مع رجاله، تاكل خنزير، تقول لك لا بس في الاخر جوزي هيخش الجنه، انا هيدخلني معاه، فانا مطمنه، انا بعد ما اموت عارفه مكاني. لا، صحح لها المعلومة، والله كل واحد بيتحاسب لوحده، ولو طلبت حد عشان تشوفه هتشوفه بس، لكنها تعيش في الجنة لا. هي يعني هي شايفة ان انت راجل البركة وهيبقى ليك شفاعة. فقول لها لا، شفاعة ما جاتش، شفاعة ما بتجيش، شفاعة حتى نفسها بتتحاسب لوحدها، الحاجة شفاعة هتتحاسب لوحدها، وانا هتحاسب لوحدي وانت تحاسبي لوحدك. فلازم تعرف ان هي مسؤولة عن افعالها وستحاسب وحدها، حتى لو جوزها شيخ المشايخ وهي بتغلط فمعلش هتتحاسبي على غلطك. فانا عارف دي هتبقى صدمه لرجاله كتير لما تعرف المعلومه دي، وصدمه اكبر للست لما تعرف ان لا انت مش داخله الجنه علشان خاطر جوزك، جوزك اصلا مش ضامن يخش الجنه. يعني شوف المفارقه يعني، او المفاجاه او الصدمه. لا، محتاجين نتكلم في الجزء ده يا اخوه. جزء تاني من الحلقه، أما بتيجي تعلم مراتك حاجات عن الدين عن الإسلام، ممكن تكون هي مسلمة أصلا بس ما تعرفش الحاجات دي، وممكن تكون مش مسلمة وبتعلمها الحاجات دي لأول مرة، ممكن تكون سمعت عنها قبل كده بس بشكل خاطئ، فأنت بتصلح لها وبتديها مثلا فيديوهات على اليوتيوب بتتفرجوا فيها عليها مع بعض وبتعرفها الحقيقة أو بتعرفها التعليم. فأنت بتعلم ما يبقاش كل حاجة النواهي والعقاب والعذاب والبتاع، لا، في جزء برضو اللي هو مهم ان انت توريه للزوجه الروسيه، ولو يعني يعني مش ولو يعني بجزء وافر، اللي هو الجزء ايه؟ اللي هو احنا عايشين ليه؟ بنبحث عن الجنه صح؟ طب مش لازم تعرف يعني مراتك دي او الهانم دي او الانسان ده ان مسعاك في الدنيا، وان انت النواهي والحاجات الغلط هتبطل تعملها وبتاع، المكافاه فين؟ ليه انا بعمل الكلام ده كله؟ فالناس بتنسى، بتقعد توري ده غلط، ده ما يصحش، ده حرام حرام حرام،
طب وبعد ده كله المكافأة ايه؟ لو انا خلاص ما عملتش الحرام ده كله، في مكافأة؟ في مكافأة، بننسى نوري المكافأة ونتكلم عليها كتير ونوري الناس. شكلنا هنشوف خناقة النهاردة، راجل ومراته شكلهم سكرانين وبيضربوا بعض، بيشدان شعرها. المهم فسيبنا من القصة دي. هتلاقي في ناس مقلة قوي في المعلومات، ما عندهاش اصلا معلومات عن موضوع الجنة وحياة الحياة في الجنة، فمحتاجين ان احنا نتكلم عن الموضوع ده. المكافأة عاملة ازاي؟ يعني هنعمل ده كله ونبطل الحرام والغلط ونتقي الله ونصوم ونصلي ونتعبد ونسأل الله ونتفكر في خلقه ونعامل الناس كويس وكل الكلام ده، علشان ايه؟ عشان الدنيا؟ عشان الناس تعاملنا كويس؟ عشان يجيلنا رزق مثلا؟ لا، احنا الهدف الاسمى هي الحياة ما بعد الموت. احنا اللي فيه ده مجرد وقت امتحان. هل حياتك كلها يعني برضو من الحاجات اللي بيتكلم فيها بعض الملحدين، اللي هو بيتكلم في الحياة الأبدية وتناقل الأرواح أو تناسخ الأرواح. يعني مش كل الملحدين بيتكلموا في النقطة دي أو يعني مصدقين فيها، ولكن بيقولك يعني إن الإنسان حياته أبدية. هو فعلا الإنسان حياته أبدية. الموت ده مجرد برزخ أو حياة مفصل ما بين الحياة اللي هي بتاعت الاختبار، حياة الممر أو البرق أو الحياة اللي احنا عايشينها حاليا دي، الحياة اللي هي الزخرف اللي هي بتمتحن فيها، انت قاعد بتمتحن وقصيرة مش طويلة. الحياة بقى الأبدية اللي انت مكملها دي بقى اللي هي المفروض لازم نهتم بيها. لازم انا ببني في الامتحان ده المكان بتاعي في الآخرة. فلازم مراتك تبقى فاهمة المنظور ده، ان الجنة اللي هي الحياة الأبدية، انت هتعيش للأبد، ربنا خلقك تعيش مؤبد. وده اللي ممكن يخلي الناس تلف حوالين نفسها يقول لك ايه ده، معقوله هنعيش المؤبد ده؟ ده حاجه تزهق. ده احنا حياتنا بنعيش 70 80 سنه مثلا في الحياه والناس بتزهق. في ناس بيقول لك يا عم عايز اموت، عايز اخلص وبتاع. ايوه، لان الحياه هنا غير الاخره يا اخي، انت بتقيس على اللي انت شايفه دلوقتي. المهم، فالبعد بتاع الجنه مهم جدا ان انت تشرحه لمراتك وتشرحه لنفسك حتى في الاول، لان ممكن تكون انت حضرتك مش عارفه. اللي هو احنا بنعمل ده كله ليه؟ عايشين الحياة دي ليه؟ بنجمع نقط عشان ايه؟ بنجمع حسنات او السكور ده بنجمعه ليه؟ عشان مكاني يبقى كويس في الجنة، عشان اخش الجنة برفقة الناس الابطال والشجعان في التاريخ، ابقى مع الانبياء واشوفهم ويشوفوني، عشان الملائكة تتقبلني قبولا حسنا، عشان ربنا ينظر الي نظرة العبد الصالح، عشان اتنعم، عشان انبسط. مش انت بتعيش في الدنيا دي وتقعد تصرف عشان تنبسط؟ طيب ما احنا برضو ايه السعي اللي احنا بنعمله في الدنيا عشان ننبسط، بس بشكل غير اللي انت فاهمه بقى. الانبساط اللي هو في الحياة الابدية، ان انا بستثمر مثلا، ممكن تجوع نفسك 7 سنين وقساط وبتاع عشان يبقى عندك شقة، عشان يبقى عندك عربية. فكذلك انا برضو بقرص على نفسي في الدنيا وبمتنع عن حاجات بيبقى نفسي فيها، حاجات عشان حرام وحاجات حلوة وظاهرين جميلة وبتاع، بس انا عارف الحاجات دي كلها زخرف. جمال النساء، جمال المباني، اقتناء افضل السيارات، ارتداء اغلى الملابس، كل الكلام ده زخرف وزائل. زي ما ربنا صنعه وجمعه من الارض، من حاجات اللبس اللي انت لابسه ده والعربيات والمباني كلها من رمل، اسمنت، حديد، كلها حاجات كانت في الارض زبالة، اتجمعت من زبالة وبعد ما بتفنى بترجع للزبالة، ترجع للأرض. زي الإنسان مخلوق من زبالة، من الطين، من مش عارف ايه، وربنا خلق منه كائن مكرم، بعد ما بيموت بيتسنه بقى ويتحلل ويرجع تاني للأرض للزبالة. ذبالة يعني حاجة ملهاش قيمة أو حاجة بلا وزن يعني. فاللي بيتبقى ايه؟ الروح. فقيمة الروح هي دي القيمة اللي احنا بنحملها. الجسد وجماله والحاجات دي كلها حاجات زائلة. ده اللي عايز اقولك عليه. اي حاجة معمولة قدامك معمولة من مواد، من الجدول العناصر بتاع مندليف او موزلي. جدول العناصر ده هي دي العناصر اللي انت بتشوف فيها الحياة دي. العناصر بقى اللي بيتكون منها الجنة عناصر تانية خالص. اللي خالق دي يقدر يخلق تانية حاجة تانية، حاجات غير زائلة، حاجات دائمة. خلي عندك الفكر ده ووصله لمراتك، وعرفها ان انت هتخش الجنه بحسابك، بشغلك انت، مش بشغل انا.
انا ماليش يد اعمل لك حاجه، انا اساعدك اقول لك تعملي ايه ما تعمليش، لكن اكتر من كده كل واحد في ورقته، كل واحد بيجاوب اجابته، كل واحد يعني بيعمل اللي يقدر عليه لمصلحته هو، وطبعا مصلحتي انا من مصلحه المجتمع. ودي ديناميكيه الاسلام او فلسفه الاسلام في خلق الانسان، ان هو جاي من الانس، ان هو ونس بالناس، الناس بالناس، ان انا اللي اعمله خير للناس ده في مصلحتي، كلما خيري كان اكتر للناس كل ما مصلحتي انا تزيد ومكانتي تزيد في الجنه. فتروح عياده المريض فربنا يقول لك ستجدني، هتلاقيني عنده، حديث قدسي. مثلا تعطف على الفقير، تعطف على الصغير، كل الكلام ده، ما دام خيرك للناس اكتر هتلاقي خير لربنا اللي منزله عليك اكتر، او رصيدك بيزيد. هتعمل لمصلحتك انت بس هيبقى رصيدك قليل. ودي النظرية اللي فهمها معظم مليارديرات العالم اللي باقين مليارديرات، اللي هو عرفوا ان الخير اللي انا بعمله للبشر بيتوزع او يعني بيرجع لي اضعاف اكتر من البيزنس اللي انا بعمله في الشركة. الحاجة اللي باخد عليها فلوس وتجارة وحاجات دي بتجيب لي مكسب قليل، لكن لما بعمل تشاريتي او حاجة للخير او مساعدة فقراء او بناء مدارس او اعمار مدن، كل ده بدفع فلوس وما بيجيليش فلوس مقابلها مباشر، بلاقي البيزنس بتاعي فلوسه زادت، بلاقي الناس في العالم كله بدأت تحبني اكتر بالشاريتي بالخير باللي هو يعني حاجات تعتبر اللي هي ناس مش مسلمين وبيعملوا حاجات لوجه الله اكتر من المسلمين احيانا بيعملوه اللي معاهم نفس حجم الفلوس. واحد بيروح بفلوسه يشتري نادي رياضي ويكسب بالاعلانات، واحد تاني بنفس الفلوس دي بيفتح مدارس في افريقيا ويدفع فلوس للايتام ومش عارف ويبني دور علاج ولا مستشفيات ولا بتاع ويعالج اطفال على حسابه. فتلاقي ده بيكسب قد كده وبتاع النادي بيكسب فلوس، بس العائد في نهاية السنة يلاقي الضرايب واكلة قد كده ومش عارف ايه، خسر فدفع كذا، النادي مكسبش السنة دي فالاعلانات قلت، فبيلاقي ايه ان في النهاية الاتنين كسبانين، بس ده مكسبه قد ايه وده مكسبه قد ايه. هتلاقي النادي صاحب النادي ده اللي هو المفروض ليه جماهير وبتاع ده، بس تلاقي معظم جماهير النادي ما بتحبش مالك النادي، فيقول لك الناس هتحبنيش ليه، ده انا بصرف قد كده، ممكن كسبت فلوس بس ما كسبتش حب الناس. بينما التاني كسب فلوس وكسب حب الناس، ده مسلم وده مش مسلم، فالغير مسلم الناس بتحبه كتير ليه؟ عشان بيعمل خير للناس، خيره للناس اكتر. فهي دي المعادله او الفلسفه بتاعت الاسلام، هتعمل خير، خيرك هيبقى اكتر للناس، لاكبر عدد من الناس، ونيتك صافيه هتاخد حب في الدنيا ورزق في الدنيا وفي الاخره. هتعمل للدنيا بس وبتاع وعايز اكسب واللي بدفعه واخده تاني وبتاع ومش حاطط مصلحه الناس قوي في دماغك، مكسبك هيبقى على قد شغلك، حاجه محدوده كده على جنب، يعني تكسب ايه مليار في السنه ولا حاجه، التاني ده بيكسب 44 مليار قدك 44 مره وممكن 400 مره. ليه؟ اساله هو بقى، هو اللي ملياردير وهو اللي فلوسه بتتزايد وجزء كبير منها انت ما تعرفوش اصلا، ما تعرفش هو المكاسب بتاعته المعنويه عاملة ازاي. في ناس مليارديرات ومكتئبين وبيحاول دايما ايه ينسى بالخمور وبالمخدرات، انه ينسى او بالحاجات الشاذة وبتاع ده، انه ينسى اللي هو الاكتئاب اللي عنده، يقولك عندي مليارديرات ومفيش حد بيحبني بجد. في ناس بتفكر كده، في ممثلين مشهورين والمعجبين منهم بالملايين ويمكن مليار في العالم معجبين بيهم، بس يجي في الغرف المغلقه يقول لك محدش بيحبني، كله بيحبني عشان شهرتي وعشان فلوسي، حتى مراتي ما بتحبنيش، عيالي سايبيني وما بيحبونيش، كلهم عايزين مني فلوس بس. مش ده بيحصل؟ ويبقى مكتئب وبتاع ويموت منتحر او بيضرب مخدرات. بينما في حد تاني غني ومبسوط وبتاع ومش محتاج يظهر لك الكلام ده ولا يتمنظر ولا يثبت انا على فكره سعيد يا جماعه ويعمل سيلفي لا، السعيد ربنا بيغدق عليه من رحمته ومن نعمته، السعادة نعمة طبعا في الأول وفي الآخر، وقبل ده كله لازم نفكر في الآخر. الغير المسلمين ممكن ربنا يديهم حقهم في الدنيا لأنهم ما بيفكروش أصلا في الآخرة، ما بيبنوش الآخرة. في ناس منهم بيفكروا الآخرة سرا أنت ما تعرفش، ففي ناس تقول لك إيه ده عاش في الدنيا، تروح في تلاقيه في الجنة وبتاع، إيه ده كان غني في الدنيا وغني في الآخرة وما كانش مسلم، ده كان يكتم إيمانه في قلبه وأنت ما تعرفش ايمانه ده نوعه ايه، ربنا هو اللي يعلم. ربنا برحمته دخله الجنه
انت قعدت بقى تلوم عليه وتحقد عليه وبتاع، فلقيت نفسك ان انت في الدور الاول داخل الجنه بالعافيه برحمه ربنا، مش بشغلك ولا بمجهودك، وواحد تاني اللي هو انت شايفه كان فاسق ولا مش عارف ايه في الدور السابع وبص لك من فوق كده، وتقول ايه ده، هو انا محكوم عليا ابقى تحتيك بدوار كتير دنيا واخره؟ اه، لان انت ما اكتفيتش ان انت تبقى قليل الحيله وغلبان، لا كمان حقود وحاسد للناس ومناع للخير، فابتليت دنيا واخره. كلامي يخلص، يا رب تكون افكار النهارده مفيده. علموا مراتاتكم لو سمحتوا الجنه، عرفوهم الجنه، اعرفوا الجنه لو سمحت، ده اللي احنا بنشتغل كلنا عشانه، ده مسعانا ومبغانا في الدنيا، فمش صح ان احنا ننساه وما نتكلمش عليه. وقول لها بالله عليكي افهمي ان انت مش هتخش الجنه على حس جوزك ولا بشفاعته، لان هو شخصيا مش عارف هو رايح جنه ولا لا. كلنا في الجنه ان شاء الله باذن الله برحمه ربنا، ولكن بنشتغل باعمالنا وبتزكيتنا عن الصغائر وعن الذنوب وعن الموبقات بقدر الامكان. بشتغل معاكم في القناه هنا، انت اشتغل على نفسك، وكل الشيوخ العظماء اللي بيمدونا بالدعوه وبالنصيحه لوجه الله تعالى برضو نوقرهم وبيساعدونا في شغلنا وفي مجهودنا في الدعوه الى الله وتعريف الناس بالجنه، وان ربنا كبير وان ربنا غفور وان فرصه التوبه دايما مفتوحه، وربنا يوسع علينا جميعا ان شاء الله في روسيا وفي الدنيا وفي الاخره وفي كل مكان باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحلقه خلصت، اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم، امين.